بنتي نرمين مجدي علي عباس عندها 25 سنة، كان صورة التصيب بتاعتها عالية من اللوز، وجينا نحلل طلع عندها مروطايد. رحنا لدكاترة في متغمر، مشينا معاهم فترة لمدة 3 أشهر، وصورة الترسيب يعني كانت بتهدى بس مش قوي. خدنا علاج وتحاليل منهم وحقن كانت بتاخدها بالصمت. وبعدين بعد ما مشينا عمالين بنستغيث، ناس دلونا على دكتور أحمد أبو النصر في المنصورة. فبصراحة رحنا على طول على الدكتور أحمد أبو النصر، قالوا لنا قبل ما تروحوا تاخدوا معاكم التحاليل بتاعتكم. حللنا وخدنا التحاليل ورحنا للدكتور، شاف التحاليل وكتب لها العلاج شهر ونص. خدنا الشهر ونص علاج من عند الدكتور أحمد أبو النصر. وبعد ما خدنا الشهر ونص حللنا ورحنا بنتيجة التحاليل، لقينا سرعة الترسيب والمروطايد بينزل الحمد لله بأمر الله بفضل الدكتور أحمد أبو النصر. فدانا علاج تاني لمدة شهر، خدنا العلاج لمدة شهر وحللنا سرعة الترسيب والمروطايد، لأن المروطايد الحمد لله راح من عندها بأمر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا جعل شفاها على إيد الدكتور أحمد أبو النصر. جينا نروح لمصر، لأن الحمد لله المرض راح منها. هي الحالة قبل ما نروح للدكتور ما كانتش بتقدر تمشي خالص، معاه طفل صغير ما كانتش بتقدر ترضعه ولا تقدر تعمل أي حاجة خالص ولا تقدر تمشي، كانت بتمشي بالعافية، وما تنام على السرير ما كانتش بتقدر تنفرد، أقسم بالله ما كانت بتقدر تنفرد. أقول له شكرا لك على إنك أنت طمنت قلب أم على بنتها، كان قلبي بيتقطع على بنتي. بنتي ما كانتش بتقدر تشيل عيلها ولا بتقدر تاكل ولا بتقدر تجيب أي حاجة، أني كده قلبي ارتاح. أم قلبها كان تعبان على بنتها، على بنتها وهي مش قادرة تشيل ابنها المولود، ما كانتش بتقدر تتحرك. كان بيقول لها أنا بشوف كده بحمد ربنا نرميه. والله العظيم إحنا كنا بنتقطع على بنتي، ربنا جعل شفاها على إيد الدكتور أحمد أبو الناصر. يا رب تبارك له في صحته وعافيته ويجعل شفا الناس كلها بين إيديه. لمعرفة المزيد عن دكتور أحمد أبو النصر يمكنكم زيارة موقعه www.ahmadabunnasr.com.